الحقيقة بتنزل، الحقيقة انت بتروح. العيال بتموت. الحقوني يا جدعان، الشقة بتروح. الحقيقة بسرعة. مشروع يا سيدي. طيب انت عرفت منين اللي كابتن؟ حازم عايز عايز متبرعين بالدم. اعلاني في الاذاعه الداخليه بسرعه بسرعه. هنا طرقوا اداره المستشفى من الموجودين سرعه التبرع بالدم لاسعاف الحالي. طرقوا اداره المستشفى من الموجودين سرعه التبرع بالدم لاسعاف الحالي. شكرا. الله يخليك يا بنتي. الستات اللي جم في حادثه القطر. مفيش ستات، كلهم اطفال صغيرين. لا مش اللي في الاوتوبيس، اللي في القطر يا نجاح. هتلاقيهم هناك، هتلاقيهم موجودين. استغفر الله العظيم. نجاح كنت قاعد مستني على الرصيف وما جاتش. نجاح اقسم اقسم الله يخليك يا بنت. واحدة ست اسمها نجاح كانت في القطر اللي عمل الحادثة. ما عندناش اسامي، دور عليها في الموجودين. موجودين. الله يخليك يا بنتي. واحدة ست اسمها نجاح دي سوريا. 114 يا حبيبي. نجاح ساعديني بسرعة ساعديني. ايه دي مالها دي؟ ماتت قبل ما تعمل عملية. الله شعبة ترمت من النار مرعوب. هي المرة الجاية تبقى الساعة كام؟ شعبة شعبة ردي عليا. شعبة شعبة ترمت من النار. شعبة شعبة ردي عليا. شعبة إكسلانس، لحظة واحدة بس. في حادثة جامدة قوي. عارف عارف. محزن ومؤسف حقيقة. من الصبح القنوات والمسجات الإخبارية ما لهمش سيرة غير عن القطر اللي داس على أتوبيس المدرسة. حاجة تقرف. الحكاية بقى لها فوق الساعة والحكومة ما طلعتش بيان واحد. مش هيتغيروا أبدا. هيفضلوا طول عمرهم كده. محترفين غباء. اقفل اقفل بلاش قرف. عندك حق يا إكسلانس. هتبقى زي كل مرة. إهمال من عامل المزلقات. مزلقات؟
وي اكيد مش هيرموها على وزير المواصلات يعني. بالعكس بقى، انا شايف ان المره دي ماشيه في الاتجاه ده، لان بتوع المعارضه هيعرفوا يتاجروا بدم الاطفال الصغيرين كويس قوي. اوه يا حرام، وهي من امتى المعارضه تجارتها بحد بتفيدهم وبتضر الحكومه؟ هي لا هتفيد ولا هتضر، هي هتنفعنا احنا بس، وهو يبقى لها لازمه مره واحده في حياتها. سوري يا اكسلانس مش فاهم سعادتك. حدد لي ميعاد مع نبيل زهدي وانت تفهم. اه مش المفروض في الظروف اللي زي دي نقف في ظهر الحكومه؟ اللي يخلينا نروح نتكلم مع واحد من اكبر رموز المعارضه زي نبيه زهدي؟ حقيقي كفايه انا مشاكل. بص يا صالح، بعد اللي حصل النهارده واحد زي زهدي وموافي وغيرهم هيعملوا اللي هم بيعرفوا يعملوه دايما، هيعلوا صوتهم على فشل الحكومه والفساد المتفشي في مفاصلها ودم الابرياء والاطفال وكل الكلام الاوفر ده. ساعتها بقى هتبقى ايه المطالب؟ اكيد تغيير الحكومه، وده طبعا مش هيحصل. فلما طوفان المعارضه يلاقي حته سد في وش التغيير هيعمل ايه؟ هيروح للسكه اللي احنا هنفتحها له. لو الحكومه مش قد السكه الحديد يدوها للي يقدر، ومين بقى اللي يقدر؟ الاكسلانس طبعا. بس تفتكر سعادتك هيقتنعوا بسهوله؟ حبيبي احنا مش هنقنع حد، احنا هنقعد كده حاطين رجل على رجل ونسيبهم يجولنا يتحايلوا علينا ويترجونا اننا نوافق، والبركه بقى في قعده غدا واحده مع كرش زي زهدي. اكسلانس. وبعدين خلينا بقى نستغل صوته الثوري لصالحنا شويه. يا ماجده عايز ايه؟ اول خدي لك بوسه كده من السيجاره دي. مش عايزه يا سيد. طب في ايه يا راجل؟ هقول لك اهو، اصل انا ايه؟ ايوه عليك يا سيد. لا اله الا الله. مش صابر لما البنت تخرج يا سيد؟ لا مش صابر. ها يا ماجدة اسمعي الكلام. لا اله الا الله، مش وقته يا سيد. وعندك يا سيد يا ولية، محتاج لك يا ولية يا سيد. بس استنى لما البنت تنزل. يا لهوي ايه يا سيد؟ ايه في حادثة جامدة قوي في التلفزيون يا ست. احنا مالنا ومال الحادثة؟ تعالي بس يا مجبوط، تعالي يا حبيبتي، تعالي بس يا سيد. استنى يا سيد، استنى بنتكم. مفترية. هو ايه اللي جرى؟ لا ابدا، من القطر ركب على عيال كان مفروض يركب على ناس تانية. لا اله الا الله، ده تلاقي اللي تحتيه اتفرم وفرم. اه ما جرب المفرمة كده. ماشي، اللي يصبر هيهبر. أما نعم يا ذكرى. عندك ايه؟ متسلفين 50 جنيه. ما تلمي ايدك شوية يا ذكرى، هلاقيها منك ولا من مصاريف البيت؟ ما انتي عارفة الفولة. فولة ايه يا أم؟ ده انتي هاتي الفولة بقشرتها ومش هتطمني أول بال. خلاص خلاص هتجرسيني انتي. هردهم لك أول ما نقبضهم. أيوة دول سلف. طب ما تجيبي المية. بس يا بنتي بلاش طمع. لا إله إلا الله، خدي 50 اهي سلف. شاب ايه على ابوك يا شاب؟ قسما بالله، قسما بالله يا شاب. يلا يا شاب. يا عطيه مش لاقيين مكان في الثلاجه ولا في المشرحه. قوم قوم معايا طيب اروحك شوي. شاهد راحت. اروح من غير شهد ازاي؟ اروح من غير شهد ازاي؟ اه يا شهد، شهد واحد.
راح فين يا استاذ؟ ممنوع الدخول. انا نازل المحطة. عم جمعة انت فين يا حط ناصر؟ ما بتردش على التليفون. يو بيقولوا حيوقفوا حركة القطارات. تو مفتكر وقفوها، قول كان لازم يوقفوها من 30 سنة. عمر بحاله احنا بنغزل طريق الحمار. هذي مسروق وماله، فلان كهرسها الزمن ما يضرش. هات رمحته نفسه، خليها على الله. سواقين وعمال كفرانين وحالتهم ضنك، استنوا جايين دلوقتي يوقفوا حركة القطارات. يوقفوها يوقفوها ان شاء الله طول العمر لغاية ما يلاقوا حد. ده إذا لقوا. واجب يا ولدي ولازم نقضيه. شفتي؟ كانت دايما بتحب ترسم. كانت دايما تعمل مسببين فينا رسمة أحسن من دي. هي ذنبها إيه؟ ذنبها إيه إنها تخرج مع أصحابها عشان ينبسطوا في رحلة يرجعوا ميتين؟ إحنا كمان ذنبنا إيه؟ ذنبنا ان احنا نحب ونخلف ونجيب عيال وفي الاخر يدهسوا على القطر. ذنبنا ايه بس؟ الله يرحمها يا ولد. هي اكيد دلوقتي في مكان احسن من هنا بكتير. اكيد برضه زمانها قاعده بترسم وبتلون. بس رسمه غير الرسمه والوان غير اللي نعرفها. يا ورد ربنا بيحبها. بس ما تعمليش في نفسك كده. قومي بينا ننزل نعزل. ايه كمية الدم والقرف اللي احنا شفناها النهارده دي؟ كنت حاسه بجد ان هجيلي انهيار. الدكاترة اللي واخدين اجازات وطالعين يتفسحوا دول، محدش فيهم فكر يجي يساعدنا في الكارثة والبلوى اللي احنا فيها دي. الناس دي ايه؟ بتحسش؟ الواحد كمان محتاج ياخد اجازة. بجد تعبت، تعبت من كتر الشغل. شغل؟ قولي شغل؟ الدم ده بتسميه شغل؟ انت عارفة نقطة الدم دي كل مين؟ الواحد اسمه محمد او احمد او لا، الواحدة اسمها فاتة. علي انا فاهمة كل اللي انت بتقوله. لا مش فاهمة، بس انا فعلا مش قادرة افتح عيني. والامهات اللي بره دول مترميين فوق وتحت، دول لو غمضوا عينيهم مش هيفتحوها تاني، وعيالهم جثث. بصيتي في عينيهم واحدة بتقول لك هي بنتي فين؟ أو ابني فين؟ بصيتي في عينيهم ده قضاء وقدر. لا مش قضاء وقدر. احنا بنضحك عليهم. نقول لهم ده قضاء ربنا. يعني اعمل ايه؟ خدي اجازة يا فاتن. هي النهاردة. هو ايه اللي حصل؟ لهم كم واحد وماتوا. راحوا وارتاحوا.
يا رب يا رب. يلا 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 معلش انا عارف الظروف. يلا يلا اولاد يلا جماعه يلا يلا اولاد معلش معلش انا عارف. يلا يلا ام ولوز ام ولوز. حاضر يا كابتن. ازيك يا عزوز؟ الحمد لله. حضرنا بقى حاجه جديده ولا ناوي تدور في دفاترك القديمه وتطلعنا حاجه من بتوع زمان؟ خلصة خلصة. ما انا مدير غلبان ومش هتكلم ومش هفتح بقي زي جمهورنا كده على نياته. ما بلاش النهارده يا استاذ سعد. بلاش ايه؟ طريقه يعني؟ بلاش طريقه. بلاش فكره بليات شو واصل. الناس تعبانه وقرفانه من ساعه حادثه القطر دي. بقول يعني ما فيهاش حاجه لو ما اشتغلناش النهارده. والله يا ابني عندك حق. انا لو مكانك كنت عملت زيك. لكن انت عارف دي بيوت ناس مفتوحه. عمال وفنانين. اليوم معاهم بيفرق وانت عارف. انت اهم واحد في الناس دي كلها. انت عارف الناس بتجيب عيالها عشان تتفرج على بليتش. مش عايزين ومش قادرين يضحكوا لكن ما قدروش يمنعوا عيالهم. معلش تعال على نفسك شويه. ماشي. يجي على نفسينا وماله. عشان خاطر العيال الصغيرين. فين يا اخ؟ هبص بس على خير. لا مفيش حد جوه. انا خلي شغال هنا نظر المحطه. مفيش حد يا فندم جوه. يا بيومي يا جمعه يا حالي يا عم جمعه يا عم جمعه يا عم مفيش حد جوه. سجوده ابن اختي. طب تعالى يا حسن. اخي الموضوع شكله كبير قوي. الليله دي مش هتعدي ولا ايه؟ هتعدي هتعدي حسن زي اللي قبلها ما عدى. كبر ايه؟ يومين ثلاثة تحقيق وفي الآخر يعفو أي حد غلبان. مش مهم بهذا. تيجي في عمل تحويل أو عمل مزدان. إن شاء الله حتى البت لها مرتات السميت. يعني يعني أنت كمان ممكن تتأذي؟ مش أذي أكتر من اللي حصلت. كم راجل وكم عيل ماتوا. تعرف حسن ان دم البني ادم عند ربنا اغلى من الكعبه ذاتها. هقول لك على سر الخير. انا شفت القطر وهو بيدلك واحنا قاعدين جواه. الدنيا كلها قعدت قدام عينيا في ثانيه. افتكرت كل حاجه. افتكرت ابويا وامي واختي. افتكرت ورده افتكرتك انت كمان. كل الناس اللي عرفتهم في حياتي. حسيت ان الموت عمال بيقرب. حسيت ان في حاجات كتير لسه ما عملتهاش. اتمنيت ان ربنا يديني فرصه عشان اعوض كل اللي فات. ما هو ده السر يا ابني. السر ما خفت يا اخي. أول مرة أحس إحساس الخوف ده. أنا شفت الموت بعينيه وهو بيختاره بالله. خد اللي ورايا واللي قدامي وسابني أنا أعيش. أنا خفت الموت يختارني عشان أموت يا خال. خفت من الموت يا حسن. أحسن حاجة بتمر على البني آدم في حياته. وده هو نتيجة الامتحان.
تعيش وخلاص. لما بتيجي لحظة الموت بيعرف أول مرة في حياته هو رايح فين، وبيتخلص من كل الخوف اللي جواه. بيشوف زي الملائكة بالظبط، بطل يخاف، بيعرف ساعتها الحياة دي تبشره، الموت هو اللي بيشيله من على كتافه ويعلقه على الشماعة، وشغله على طاقة نور، يخش، خش ما تخافش، ده حياة تانية، حياة تانية خالص حسن، مفيش حد بيكره حد، كل حد بيخون حد. اشتم ولا اطرق بتتقلب. هو انت مت قبل كده من الاخر؟ كتير يا حسن، في ناس كتير يا حسن عايشين في الدنيا دي هم مش فيها اصلا. عيش يا حسن، عيش زي ما انت عايز تعيش، بس ما تحبش الدنيا يا حسن، ما تحبش قوي يا حسن، ما تحبش قوي عشان ما تحزنش قوي. عيش زي ما انت عايز يا حسن، عيش زي ما انت عايز. بنتي يا حنان تعالي تعالي بنت، لسه بعت لي رساله بيقول لي محتاج لك قوي، نفسي اشوفك. كل يوم بيحلو قوي لما ببعت لي رساله، كلامه كده بقى بيحييني ويطيرني من على الارض طير. طيب انت في دنيا تانية خالص ولا على بالك اي حاجه فيها يا بنت يا حنان؟ هو انا زعلتك في حاجه؟ مدام يا ذكرى عرفت كل حاجه وحالفه لا تقطع خبر انا وانتي. يا نهار اسود امي، يا نهار اسود. هي بنت لو تكون عرفت موضوع الفساتين هو في غيره؟ يا مش فاهمه تعمل فينا ايه، والنعمة هتموتني انا وانت، والنعمة الشريفة دي كمان حالفة ايه؟ نفخك من هنا ومن هنا لحد ما تقنبري، واكرم اول ما يشوفك يطلع يجري على طول. كده قديمة، انا قلبي وجعني والنعمة. حبيبتي يا زوز ده بنضحك معاكي، بنعمل لك جو كده يا بنت جنب جو الرومانسية عشان تبقي فرفوشة ومنعنوشة، والموز يتعلق اكتر واكتر. ترى ايه؟ فرفوشة يا بنت الجزمة، انت تستني ضرب صرمة صحيح. يا بنت المدام تسمعني مش يا بنت الجزمة، بس يا بنت لا مفهوم سعادتك يا فندم. اكيد ما هي مصر هي الاخت الكبيره اللي ما تنساش اخواتها ابدا. ما اراضي الاشقاء العرب اراضينا برضو يا فندم. لا ما تقلقش سعادتك، الحكومات الغربيه ليها دور مؤثر جدا في المشروع، بس احنا اللي لينا الصداره يا باشا. التنفيذ هيبقى بتاعنا، ما تقلقش سعادتك خالص. اوكي يا باشا، مع الف سلامة. صالح برنس، عايزك تجهز لي ملف كامل بكل الصور والخرايط لكل المدن والمناطق العربية اللي طرحها الحكومة عشان مشروع إعادة الإعمار، وكمان عايزك تظبط لي كل إجراءات السفر قبل المؤتمر بتاع فرنسا بفترة كافية. اوكي اكسلانس، بس على الله اللي جوه الحكومة المرة دي ما يطلعولناش بمية حكاية زي موضوع الأرض الأثرية. حكومة يا صالح؟ هو أنت صدقت؟ صدقت إن الحكومة في إيديها حاجة؟ مومبي إحنا لينا باللي شايفينه. أديك قلتها، إيه اللي شايفينه؟ يعني مجرد حكومة صور مش أكتر. أقعد يا صالح. شوية بدل غالية على كلام مترتب ويتصدر للناس، بس لعلمك إحنا لينا جواها ناس يعرفوا يمشوا لنا اللي إحنا عاوزينه. ولو عايزينه ما يمشيش برضه لينا ناس في المعارضة يعرفوا يوقفوا. تمام يا منشير. كل ايد ماسكة حاجة يا صالح فوقها الايد الأكبر منها. اوكي. طب ليه سعادتك ما فضلتش في مشروع الإنشاءات بتاع حسين البنداري؟ وفضلت الايد اللي ماسكة فوق الشركة الصغننين دول اللي دخلوا علينا؟ حقيقي؟
أنا المتخوف من الخسارة. مفيش حاجة اسمها خسارة، حتى الخسارة بيزنس والأصول. وديك شايف مشروع إعادة الإعمار، دول عظمى بتحارب بقالها سنين وبتخرج في الآخر خسرانة. بس إيه اللي بيحصل بعد كده؟ بتيجي نفس الدول دي وتستثمر على نفس الأرض، يعني بتبني اللي هدته. العبرة يا صالح مش إنك سبت إيه النهاردة، العبرة هتاخد إيه بداله بكرة وإزاي. مين نقدر نقول إن حالاتهم دلوقتي مستقرة؟ مفيش حد في العناية المركزة؟ مفيش حالات خطيرة؟ لا مفيش حد في العناية المركزة. مشكرة جدا الحمد لله. دكتور، دكتور حضرتك دكتور هنا في المستشفى؟ أنا لميس سلامة من يورو نيوز، كنت عايزة أسألك عن بعض التفاصيل الخاصة بالحادث وحالة المصابين. ركبنا المايك يا حمزة. وزير الصحة ووزير النقل. هستأذنك بس ثواني على ما نركب المايك ونبتدي الحوار. كل حاجة تمام إن شاء الله. اللي حصل؟ طب أتعرف بحضرتك الأول؟ علي. دكتور علي هستأذنك لو نطفي السيجارة عشان إحنا بنسجل. دكتور علي، ايه الوضع دلوقتي بالنسبه للمصابين، خاصه ان في عدد كبير منهم بيموت يوميا؟ الحمد لله كل حاجه تمام. بحب اشكر وزير الصحه ووزير النقل واشكر الحكومه. كل حاجه تمام، المعدات موجوده وان شاء الله عدد المصابين يقل ان شاء الله. ازاي حضرتك بتتكلم على ان الحالة مستقرة واحنا عرفنا ان عدد الضحايا وصل ل 28 لحد دلوقتي؟ لا حضرتك غلطان، ال 35 35 طفل، 35 هو ماتوا واحنا اللي موتنا. دكاترة ما فيش، ممرضين ما فيش، معدات ما فيش، وحنقول قضاء وقدر. لا مش قضاء وقدر، تمانية وعشرين. عارفة مين تمانية وعشرين؟ رقم تمانية؟ لا مش رقم. بص اسمه ايه؟ 28 حازم. حازم ده مش رقم، ده كابتن. كان عايز يكون لاعب كورة. 28 ده مش رقم، ده صاحبي. انتوا ايه؟ حولتونا الأرقام؟ لا محترمنا لا ميتين ولا عايشين. ده صاحبي، ده كان عايز يكون لاعب كورة. احنا اللي موتنا، معدات مفيش، دكاترة مفيش، ممرضين مفيش. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. اشرب الشاي كده يا عبد معطي كده واهدى وخد مزاجك. بس بقول لك ايه يا عبد معطي، ما تزعلش مني، امك ما غلطتش. لا يا عم سيد، اللي حصل ده ما يرضيش ربنا. مش مكفيها شتمتي في الرايح وفي الجاي، كمان راح هتهزقني قدام الناس الوحايد اللي نفسي ابقى قدامهم راجل عليه القيمه. انا معاك، انا معاك ان اللي عملته ده كان كتير شويتين. هو كان كتير بعقل، ثم انا مش اول واحد ولا اخر واحد راح يتجوز من غير ما يكون في ايده شغلانه. ما عندك الواد نبيل. مين نبيل دي؟ الواد نبيل اللي العيال كانوا بيجروا وراه في الترع وبيقولوا له يا بلبل. الواد اللطزان ده اللي كان عنده التصاق في فخدين وكانت جلابيته مبلوعه في كلسون ومن ورا تملي. يعني ايه؟ يعني كانت البغله سفت. ايوه اهو الواد ده
راح اتقدم لبنت عبد الصمد العلاف وشالوه من على الارض شيل. ايوه يا الواد نبيل. طب ما هو نبيل ابوه فايت له 5 قرارات حلوين. انما انت يعني يا عبد المعطي حيلتك ايه؟ ما تزعلش مني، ده انت على باب الله يا عبد المعطي، ده انت تلاقيك بتلبس في هدوم اخوك القديمه لحد النهارده. جري يا عم سيد، هو انا ناقصك انت كمان؟ طب انا قايم وادي شايك اهو. اقعد بس يا عم معطي واهدى بالله. لا اله الا الله. ما انت لو عامل حسابك ومعاك قرشين حلوين كنت رحت وقعدت وحطيت صباعك في عين التخين. انا مش عايز احط صباعي في عين حد، انا عايز اتجوز. لا يا عم معطي، هي الرسول بتقول كده، لازم وحتما تقعد مال هدومك وتحط صباعك في عين التخين. انا مش فاهم ايه اللي تحط صباعك في عين التخين. الله، كده البلد كلها هتبقى عوره. وبعدين افرض يعني مالهمش تخين، اعمل انا بقى يعني؟ مالهمش تخين؟ يجيبوا لهم تخين. يا سلام، زي اللي مالوش كبير يشتري له غفير. هي الناس كده بالمظاهر. واللي بتقول امك ده عين العقل. لازم تفكر في الشغل قبل ما تفكر في الجواز. يعني انت شايف كده؟ ايوه، اسمع كلام امك واتكل على الله وانظلمك. ما دام سكت كده يا عبد المعطي يبقى اكيد 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 اقتنع. يا واد يا عبد المعطي، انت بتفكر في ايه يا واد؟ انا بفكر في الشاي الحلو ده احلى من الزباله اللي بتعمل امي. فيه منه تاني؟ وعندما عاد الملك الحكيم. بقول لك ايه بقى، ايه بقى؟ انا عايزاكي تنزلي تكملي القصه دي تقريها تحت في البيت مع بقيه الواجب اللي انا اديناها لك. كفايه بقى يا ولد، هي دلوقتي في مكان احسن مننا كلنا. ما كنتش فاكره ابدا يا حسن ان ده ممكن يحصل بسرعه كده بالطريقه دي. ازاي حد يبقى قاعد معاك بيتكلم معاك ويضحك ويهزر وفجاه ما يبقاش موجود كأنه كان حلم وما حصلش أصلا. معلش يا ورد، ما محدش فينا ساكن فيها للآخر، كلنا رايحين. ولما ده بيحصل بسرعة قوي كده ليه كل واحد بيخطي في حياة التاني؟ ليه كل واحد بيعيش دنيا واحد تاني؟ ليه حصل؟ ليه؟ عشان دنيتنا دي مش بتاعتنا لوحدنا. مفيش شك في حياتنا، معداش في حد اللي بنحبه. ساب كلمة هنا، ضحكة هنا، علقة هنا. كل ده ليه؟ عشان نفضل فاكرينهم. وهو ده اللي مخلينا مكملين يا ورد. بس أنا طول عمري لوحدي يا حسن. وعيت على الدنيا من غير ما حتى أسمع صوت أمي. أبويا أخدوا البحر وراح. واستغنى بيه عني. طول عمري عايشة في دنيا الناس وعاملة منها دنيتي. عاملة إن دي أختي وده أبويا ودي أمي وده حبيبي. نسيتيني بسرعة كده. هنساك إزاي بس؟ ده أنت الحاجة الحلوة في حياتي. أنت الصورة الملونة في السواد اللي أنا عايشة فيه ده. بس برضه أنا مش بقدر أتخيل أبدا إن أنا أبقى قاعدة كده وحد عزيز عليا فجأة يخطفني. حسن والنبي يا حسن، أوعى تنساني وتسيبني.